فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع خدماتنا والمنح الدراسية اللي احنا بنعرضها. تمام، فريت تصفحوا الويب سايت والقناة عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. بالنسبة لفرصة النهاردة هي فرصة تطوع ممولة بالكامل في فرنسا بها راتب شهري وتذاكر طيران وممولة بالكامل. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها هذا التطوع او هذا التدريب هي دولة فرنسا. بالنسبة للجهة المانحة هو Center of Gutchen، تمام، وده مركز تدريبي لمساعدة يعني الاشخاص تدريبهم على المهارات المختلفة، ومركز للمساعدة في الدولة نفسها، بيقدم خدمات اجتماعية كتير جدا، تمام، والهدف ان هو محتاج اشخاص متطوعين ان هم يساعدوه في الخدمات اللي هو بيقدمها للمجتمع الفرنسي او للمجتمع المحلي اللي موجود في هذا المركز، تمام. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم عندنا مصر، المغرب، الجزائر، ليبيا، لبنان، الاردن، فلسطين، تونس، وسوريا، وتركيا. دي الدول المتاحة للتقديم فقط، تمام. فطبعا في دول تانية كتير متاحة للتقديم ولكن دول غير عربية، ولكن انا ارفقت لكم الدول يعني العربية. طبعا تركيا مش دولة عربية ولكن فيها جالية عربية كبيرة جدا، فعشان كده أنا أرفقتها وقلت دي الدول العربية فقط المتاحة للتقديم، تمام؟ طيب وفي حاجة كمان، في معلومة، لو مثلا واحد مقيم في بلجيكا، بلجيكا من ضمن الدول المتاحة للتقديم، وهو مثلا جنسيته سوري أو جنسيته مثلا على سبيل المثال مش من الدول اللي موجودة في التقديم، سوداني مثلا، ما ينفعش يقدم، لازم تكون جنسيتك من ضمن الدول دي وليس معاك إقامة فيها، تمام؟ لازم تكون الجنسية بتاعتك من الدول دي. بالنسبة للتمويل في المنحة دي عندنا السكن أثناء التطوع متاح، تمام، عندنا بيتم توفير تدريب قبل بدء التطوع على نوعية العمالة التي سوف تقوم بها، هيكون في تدريب قبل ما تبدأ هيوضح لك ازاي هتشتغل في هذا التطوع، كمان هيتم توفير خطاب قبول للمساعدة في الحصول على التأشيرة، ودي من ضمن المميزات الجميلة جدا في المنحة، كمان تذاكر الطيران هيتم توفيرها إلى فرنسا، عندك كمان وجبات الطعام هيتم توفيرها، بالإضافة كمان انهم بيسمحوا لك انك بتطبخ طعامك، حيث موجود مطبخ مجهز بذلك، ممكن تطبخ طعامك لو انت مثلا ما بتحبش الاكل الخارجي او من المطاعم، ممكن تطبخ الطعام اللي يناسبك وموجود تبع السكن مطبخ مجهز لذلك، تمام. كمان بيتم توفير مصروف جيب شهريا، طبعا مصروف الجيب الشهري ده عشان احتياجاتك الشخصية، اي حاجة انت محتاجها غير الطعام غير السكن، فبيتم توفيرها او بيتم تغطيتها من خلال هذا الراتب الشهري، تمام. كمان بيكون في النقل المحلي، بيتم اعطائك زي بطاقة مواصلات، بطاقة المواصلات دي انت بتقدر تتنقل فيها بحرية داخل الدولة. كمان ما تنساش بقى ان الاقامة في فرنسا بتسمح لك بالتنقل داخل دول الشنغن زي المانيا وايطاليا وغيره من الدول بدون تأشيرة، تقدر تخش المانيا ايطاليا غيره تتجول فيها وبتخش كل دول اوروبا بحرية بدون تأشيرة لانك معاك اقامة في فرنسا، تمام. طيب بالنسبة لمجالات التدريب، انت المفروض كمتطوع هتعمل ايه او ايه اللي مطلوب منك؟ بيقولك ستكون الاولوية في هذا المشروع لدمج المتطوع في المهام المختلفة لمركز معلومات الشباب، ومنها هيتم تسهيل ورش العمل الاعلامية حول التنقل الدولي، هيتم التحدث حوالين هذا الموضوع، كيفية التحضير للمغادرة الى الخارج، معرفة اليات الاتحاد الاوروبي واكتشاف اوروبا وبلادها، دعم ترويج واسترداد المغادرين الى الخارج. يعني انت زي كده هتبقى مسؤول عن السوشيال ميديا للمنظمة، انك تقدر تسوق للمنظمة، تمام، تساعد الاشخاص اللي هم العملاء الخاصين بالمنظمة دي، تمام كده، ودعم الشباب لتنفيذ مشاريع التعويض الخاصة بهم، المساهمة في تطوير شبكة من الشركاء المرتبطين بالتنقل الدولي على المستوى المحلي والدولي، كمان تنشر برامج المؤسسة دي في دولتك وتعرف يعني المجتمع المحلي في دولتك عن هذه المؤسسة وازاي ان هي بتساعد الكثير من المتطوعين، وتعرف الاشخاص اللي في دولتك يعني ازاي المنظمة دي بتساعد الكثير من الاشخاص، تمام، والمشاركة وتطوير الانشطة الخاصة بالمنظمة دي هتكون المهام بتاعتك.
طيب كمان هنا ما تنسوش ان ده جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم المنحة الدراسية فور نزلها. عندنا بعض الملاحظات هنا، ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة للتقديم فيها، مش مطلوب منك بقى ايلتس تويفل او اي شهادة لغة، تمام؟ تقدر تقدم على المنحة بدون شهادة لغة. كمان المنحة دي متاحة للجميع من طلاب وخريجين من اي مؤهل ومن اي مرحلة دراسية، مش مطلوب منك بقى انك تكون مثلا معاك بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه او حاجة معينة، لا، متاحة لجميع المراحل ولجميع التخصصات والمؤهلات، تمام؟ ركز بقى معايا في الملحوظة دي، الحد الادنى للعمر للتقديم 16 سنة، بتقدر تقدم في الفرصة دي من 16 سنة، والحد الاقصى للتقديم 30 سنة، ما ينفعش يكون سنك اكتر من 30 سنة وتقدم فيها. طبعا ممكن 30 وكم شهر او 31 ممكن تقدر تقدم، ولكن ما تغامرش لو انت سنك 35 40، ده يعني بيكون معروف ان فرصتك في المنحة دي هتكون مستحيلة زي ما بيقول، تمام؟ فالتقديم بيبدأ من 16 سنة حتى 30 سنة بحد اقصى. كيفية التقديم في المنحة دي، التقديم في المنحة دي بيتم عن طريق من الابليكيشن المنحة اونلاين اللي هنشوفه بعد شوية. بالنسبة لمدة التدريب، مدة التدريب لمدة سنة بتبدأ من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 أغسطس 2022، تمام؟ دي مدة التدريب، مدتها تقريبا بتكون سنة. بالنسبة لآخر معاد للتقديم، وركز معايا عشان خلاص ما بقاش غير 4 أيام أو نقدر نقول 3 أيام وينتهي التقديم، هينتهي التقديم في 18 يوليو 2021، التقديم بينتهي في 18 يوليو، تمام؟ فلازم تبدا تجهز نفسك من دلوقتي وتقدم من دلوقتي. كمان هنا عندنا بعض الملاحظات، ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، تمام؟ كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة او منحة انت عايزة، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. بالإضافة كمان بنوفر خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك لأي فرصة منحة أنت عايزة، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتلاقي رابط خدماتنا هنا، بتدخل عليه وبتختار الخدمة المناسبة وبتملأ استمارتها وإحنا بنتواصل معاك وبنرتب ليك كل شيء، تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الإعلان الرسمي. تيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصة بالمنحة دي، تمام؟ التفاصيل بتاعه المنحه دي هتفتح معانا على موقع اسمه اللي هو الاوروبيان يس بورتال، وده موقع بيعرض فرص ومنح كتيره جدا وكنا شرحنا عليه منح عديده سابقا، تمام؟ طيب هتلاقي هنا اسم الفرصه، موضح لك الاسم بتاع الفرصه، بيقول لك الفرصه بتبدا من امتى لامتى، موضح لك الدول المتاحه منهم مصر، المغرب، الجزائر، تونس وغيره من الدول، موضح لك هنا تفاصيل التمويل، كل حاجة موضحة لك، التطوع ده هيكون على ايه بالظبط، كل شيء موضح لك، تمام؟ طيب ده الاعلان الرسمي. تعال بقى نشوف كيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. طبعا ابليكيشن التقديم هو عبارة عن فورم لازم تملاه، وفي بعض المقالات لازم تكتبها بشكل احترافي وبشكل كويس، تمام؟ فزي ما هيفتح معانا دلوقتي الابليكيشن الخاص بالتقديم وهنشوف ايه الاشياء المطلوبه فيه، وتحط فيه بقى بياناتك الشخصيه وغيره وتملا المقالات المطلوبه. فده ابليكيشن التقديم، تمام؟ فهنا بيقول لك انت يعني بيقول لك كده وير وود يو لايك تو دو يور، يعني البرنامج بتاعك انت هتعمله فين. طبعا انت الافضل انك تختار رقم 6 اللي هو السيرفيس انفورميشن، تمام؟ يو اتش، تمام؟ فالافضل تختار دي. هنا بيقول لك بقى الموتيفيشن بتاعك ليه انت مهتم تنضم للمؤسسه دي، فلازم تكتب طبعا جواب كويس جدا، تمام؟ هنا دي بعض المقالات، بيقول لك اوصف مهاراتك وما الى ذلك، لو عندك خبرات معينه توضحها، تمام؟ بيقول لك هل يعني ايه التشالنجز، التحديات، تمام؟ ايه اللي هتشجعك انك تبقى يعني تقيم في الخارج او تعمل التطوع ده. فكل الأسئلة دي لازم تجاوب عليها. طبعا هنا الأهم هنا الأسئلة، فلازم أن تملأ المقالات دي بشكل احترافي لأنها هتميز كل طالب عن غيره، تمام؟ وهنا بيقول لك وضح اللغات اللي أنت بتعرفها، تمام؟ وهنا بيقول لك هل أنت عضو في أي مؤسسة أو غيره، فكل ده لازم تجاوب عليه. وهنا بقى بتبدأ أسئلتك الشخصية، اسمك، تاريخ ميلادك، تمام؟ جنسيتك، عايش فين حاليا، مثلا رقم جواز السفر لو عندك بتحطه أو بتحط مكانه، بطاقة الهوية، ايه اللغة الرسمية في دولتك، بتتكلم اي لغة، ايميلك، رقم تليفونك، كل ده بتحطه هنا، تمام؟ بعد لما بتملأ كل البيانات دي بتيجي عند كلمة سبميت هنا وبتضغط عليها، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحة. فالمنحة هنا هي عبارة عن فورم بسيط مش معقد، ولكن اهم شيء هي المقالات، كل مقالة من دول تكتبها بشكل كويس، تمام كده؟ فكده بقى احنا وضحنا الفرصة، فرصة ممتازة جدا، عندك تمويل خرافي فيها، تذاكر طيران، راتب شهري، سكن، وجبات طعام،
كل ده موضح ليك. ما تنساش فاضل 3 ايام على انتهاء المنحه تحاول تقدم ليها سريعا. وكمان ما تنسوش خدماتنا الاحترافيه لو حابين تقدموا المنحه دي بشكل احترافي من خلالنا، زي ما في ناس كتير قدمت من خلالنا، وفي اراء للطلاب لو حابين تشوفوها موجوده ايضا فيديوهات لاراء طلاب كتير قدمت من خلالنا لو حابين تبقوا زيهم وتقدموا من خلالنا بشكل احترافي. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.